أكيد بيسرنا نرحب بفناننا فادي صبيح. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، وآسفين على التأخير ال5 دقائق هذول. نحن ما كنا بنقول لحدا، بدنا نقول للمشاهدين شو سبب التأخير. ورمضان كريم على الجميع يا رب، ورمضان كريم على شعبنا شو بدي أقول، شعبنا السوري العظيم، وعلى جيشنا العظيم، وعلى قائدنا العظيم. أكيد رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك. نحن كتير مبسوطين اليوم أنه أنت ضيفنا بالحلقة السادسة بين صباحنا غير بالشهر رمضان الكريم. هلأ عم نمر كنا بكورونا وبعدنا عم نمر ورمضان، خلينا أول شيء نتعرف كيف عم تقضي هاي الأوقات. هو الحقيقة نحن رجعنا استأنفنا التصوير قبل شيء 12 يوم، وبدي بهالمناسبة يعني أشكر فعلا الحكومة السورية اللي تفهمت هذا الظرف، وبدي أشكر السيد وزير الإعلام الأستاذ عماد سارة، نقل خليني أقول وجعنا أنه نحن وصلنا تقريبا لا 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 لما قبل 10 أيام من رمضان، لأنه كنا فترة الحظر استمرت شيء 20 يوم، فكان لازم نخلص لأنه نحن كنا مأنجزين تقريبا 90% من هذا العمل. فمشكورا السيد وزير الإعلام، فعلا وصل صوتنا لحكومتنا السورية، وافقوا على أنه نستأنف التصوير، واستأنفناه بهال10 أيام اللي مضت لحتى شفنا المسلسل هلأ عم ينعرض اللي هو سوق الحرير. عم يعطيكم ألف عافية. بيقولوا أستاذ فادي محبة من الله، ولكن المسيرة أيضا الفنية، وأيضا خلينا نقول التعامل مع أبناء المهنة الواحدة كتير بيلعب دور. مثل ما بنعرف فادي صبيح محبوب، ما في حدا ما بيحبه لفادي صبيح، لكن قلائل إلا ما يكون فيه هيك شيء. أكيد فيه. ولكن من خلال المسيرة وخاصة الرسالة المراد إيصالها للجميع، خلينا نحكي عن هيدا الشعبية اللي بحققها فادي صبيح. ويعني بغض النظر عن هو نحن دائما بنأكد على فكرة، أنا واحد من الناس يعني خليني أقول هذا مبدأ عندي بالحياة، دائما كنا نأكد يعني نحن من وقت ما فعلا خلصنا جامعة إلى الآن هدول صاروا تقريبا شيء 20 سنة، فدائما كنا نأكد على فكرة المحبة فعلا. ووقت كلياتنا نحن سواء كوسط فني أو كشعب سوري، فعلا محبتنا لبعضنا بتتجاوز كل الأشياء اللي خليني أقول كانت ممنيحة، فنحن بنصنع المستحيل. وما بعرف يعني هي مثل ما قلتي، هي المحبة من ربنا سبحانه وتعالى يعني، فيعني هي رضا أنا بسميه. ومثل ما الناس بتحبني أنا أكيد بحب كل الناس، وخاصة زملائنا وأصدقائنا وأساتذتنا، ومنعايدهم كلهم ومنقولهم رمضان كريم. وأكيد بعد كل اللي صار بسوريا الله يحميها، منرجع منقول ما كان لنا إلا محبتنا لبعضنا، لأنه هي بوصلتنا، وهي كل شيء يعني، فبدنا نضل نأكد على المحبة. أكيد بالموسم الرمضاني الحالي عم نشوفك بثلاث أعمال، ببساطة 2 وسوق الحرير وحرم لك الجزء الثاني. خلينا نحكي أيوة أكثر دور هيك أحب لقلبك. هلا أنا بالحرم لك الحقيقة ما يعني أنا عندي ضيف صغير كتير يعني، لأنه بالجزء الثالث بستمر أكثر. بسوق الحرير من الشخصيات الأساسية أنا موجود بسوق الحرير، وهلا عم ينعرض على القنوات مثل ما أنكم شايفين. وإن شاء الله الناس هيك يعني بلشت تمسك الأعمال، يعني هي نحن 4 أو 5 يوم رمضان كلياتنا ناطرين آراء الناس، فيا رب. وببساطة يعني هذا خليني أقول هذا هويتنا نحن، يعني هذا النوع من الأعمال إن اللوحات أو السكتشات الكوميدية، فهذا يعني أنا هدول هذا النوع من الأعمال كتير كتير بنسجم معه وبحب الشغل فيه. وفعلا اشتغلنا مع باسم بهذا العمل اللي هو كان مشرف على المشروع، وكنا خليني أقول شركاء يعني فعلا، سواء بقراءة اللوحات أو بقرار أي لوحات ذات الصور. يعني هي الثقة عملت هي النتيجة اللي عم يشوفوها الناس يعني. حلو كتير. يعني فادي صبيح هذا الاسم اللي بس حدا بيذكره بيبتسم، اللي جمع بين الكوميديا وأيضا التراجيديا. هنروح نشوف بعض المقاطع من ومشاهدات قصيرة من هالموسم الرمضاني لفادي صبيح. نرجع طلع علي لك نزير، بتأملني إذا شفتني هيك بالشارع بتفكرني إنسان طبيعي، إنه طالع هيك مواطن عادي. بلا تشبيه، بلا تشبيه، إيه طالع بتشبهنا هيك مواطن عادي. إيه هذا اللي بدي إياه،
شوف لي هلا التمثيل، بدي فوت على المشفى على اساس انا ممغوص وعم تجعني معدتي. احميكم، شو هاد؟ شو هالتمثيل هاد؟ فظيح فظيح، الله يحميك. يلا ادعينا يا نزيه. بالتوفيق معاليك، يلا شرفوا. لك شو شرفه؟ اشترك ايدك. لك عم تفهمي ولا فهمك اكتر؟ لو انت ما عاد ينعرش معك اذا ضلت مد ايدك علي، فهمت؟ لك تنفي مد ايدي عليك وبدي كسرك. يا سيدي سرقته، ولك سرقته لحتى بيعه وداوي امي وطعمية وخفف وجعه. لك شو ها؟ يعني سالي كنا عم نشوف مشاركات لحضرتك بهذا الموسم الرمضاني، في منا ضمن البيئة الشامية، في منا أعمال تراجيديا، في أعمال هي طابع كوميدي ساخر، خلينا نحكي أيه من هي الأنماط بتطلب منك جهد أكبر هيك تاكل هم زيادة؟ هلأ كل يعني كل الأنواع هي بتطلب جهد أكيد، وبس كل نوع له أكيد خصوصيته، له خليني أقول بيكون هو الأقرب إلى قلب الممثل. يعني يعني كل الأنواع، يعني أي دور بالأخير الواحد بس يقبل أنه يشتغله أكيد لازم يشتغلوا بأحسن طريقة بيقدر يشتغلوا فيها. وبدي أضيف بس كمان أنه السنة كمان عم ينعرض على ورد أسود. صحيح. إخراج الأستاذ سمير حسين ونص جورج عربجي. بحيي للأستاذ سمير وبقول له رمضان كريم، وهلأ الناس بلشت تشوفه كمان، هذا من إنتاج السنة الماضية. وفي بالإضافة لهواجس عابرة لورد أسود، في هواجس عابرة كمان إخراج مهند غطيش كمان عم ينعرض على سوريا. صار خمس أعمال، بس هذول العملين هواجس عابرة وورد أسود إنتاجات قديمة شوي، من سنة ومن سنتين يعني، فكمان مشان ما ننسى حدا. فكل هاي الأنواع يعني بالأخير هي 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 خليني أقول شغل، وهي بالأخير مهمة يعني. فهي المهمة أكيد بدنا نعملها بأحسن طريقة بنقدر نعملها فيها، وهي النتائج هلأ قدام الناس، والناس إلى أن تحكم، وأنتوا إن شاء الله كمان يعني لازم تحكموا إنه هاي الأعمال كويسة أو ما كويسة. نحن منغار على الدراما السورية دائما، ونتمنى انه دائما الدراما السورية تتصدر وتتربع العرش. ولكن فادي صبح، كيف عم تشوف واقع الدراما حاليا؟ وايضا في نقاط معينة نحن ممكن نحكي فيها لتتفرد الدراما بابداعها وبتميزها. هلا هذا اول شيء انا بشوفه حديث طويل كثير، ولكن انا بقول انه يعني ما بدي اتشائم، ولكن الدراما السنة يعني ما أنا بصحتها وعافيتها، يعني مثل ما بنعرف قبل 10 سنين وقبل 12 سنة نحن عم نحكي كنا عن إنتاجات من التسعينيات للألفين للألفين وأربعة، كان في عيون الأعمال السورية يعني، وكلنا بنعرف إنه بهذيك الفترة كان يدور بالبلد 53 عمل في سنة من السنين، دار 53 عمل، مو كلهم سوريات يعني طبعا، بس ولكن كل البلاد العربية كانت تصور عنا، يعني سواء الأردن ولا حتى الخليج، كل الناس كانت تعمل استثماراتها بالدراما وبالفن عنا هون. ما بعرف شو لازم يصير، ولكن يعني السنة حسب هيك ما شفنا شوي واستعرضنا الخارطة كلها، إن شاء الله يا رب هيك نقدر فعلا نرجع الدراما لألقها القديم ولانتشارها على خارطة الدراما العربية. بتفائل، ولسه الموسم بأوله، خليني أقول ما بدنا نحكم سلفا، وأنا مبارح خلصت تصوير لسه ما لحقت هيك استعرض مجموعة أعمال الممثلين، بس إن شاء الله يا رب هيك كلياتنا فعلا بنشتغل بكل حب وبكل إخلاص لحتى هي الدراما تضل فعلا على 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 سكتها الصحيحة، ونضل هيك عم نشتغلها بكل إخلاص وحب. لما نحكي عن الدراما السورية بالسنوات الأخيرة ما فينا نتجاهل موضوع الدراما المشتركة العربية، اليوم كيف بتشوف هاي التجربة؟ هذا كل مرة بنسأل هذا السؤال. يعني ما بعرف، بتحسها بتضيف ولا بالعكس؟ لا هي لا شك يعني هي نحن عم نشوفها من الأعمال الناجحة ومن الأعمال المنتشرة، ويبدو ما هذا الشيء ما بيتخبى. نعم. صار شرط المحطات يبدو انه يكون هذا الفورما موجوده، اللي هي الاعمال المشتركه، يعني لبناني او سوري او
اي مكان يعني الجنسيتين يعني. فهذا خليني اقول حكم المحطات الفضائيه على هي الدراما المشتركه، لانه هي فعلا بتتبناها وفعلا بترصد لها انتاجات كبيره. نعم. فبتطلع بي 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 مو دائما نحن متفقين مع نوعها يعني مع صحيح. او الشيء اللي بتقدمه يعني، ولكن هي اصبحت خليني اقول براند مهمه يعني جدا. صحيح فنان فادي، يعني يمكن الحديث عن الأعمال المشتركة كمان طويل، ولكن مو من باب التحيز للدراما السورية ولا لفنانين السوريين. عبر مواقع التواصل الاجتماعي شفنا كثير من الفنانين، أكيد مثلا مثل اللبنانية ولا المصريين، هن قالوا انه الدراما هي اللي أضافت لهم، الدراما السورية هي اللي أضافت لهم. طبعا هيك ما هن ما اضافوا شيء، ولكن هن باعترافاتهم، نحن ما عم نحكي من باب التحيز. لا شوفي يعني هيك. يعني خليني اقول الممثل السوري او حتى الفني اللي بيشتغل بالعمليات الفنيه تبع كل حاله الدراما اكيد من الناس السوريين، من الناس المتصدرين هي القصه. ومثل ما بتعرفي يعني سوريا حتى بما يخص القنوات العربيه كلها يعني كانت تعمل خليني اقول أو حتى أنتم مذيعين يعني نحن بنشوف قديش السوريين انتشروا بكل المحطات الفضائية. صحيح. نتيجة تميزهم، نتيجة لغتهم العربية الجميلة جدا بما يخص الإعلام عم بحكي الآن، زائد الدراما بهالعشر سنين صارت أعمال مشتركة كتير. بس خليني أقول دائما كان الجاذب الكبير والعنصر الرابح والحصان الرابح هو الدراما السورية، وبدليل أن هي كل المحطات وكل الجنسيات الثانية استعانت سواء بالممثل السوري ولا بالمخرج السوري ولا بالفني السوري. نعم. فهذا اللي بيميزنا يعني. أكيد يعني السوري وين ما كان بيترك بصمته، وين ما حال بأي أكيد. مجال. خلينا نحكي كمان عن موضوع السباق الرمضاني. نحن صرنا بنعرف أنه بيكون في أعمال كتير كبيرة عم بتكون بكل موسم رمضاني، ولكن هاي السنة كانت استثنائية بسبب ظروف الكورونا بمختلف العالم. برأيك اليوم صح تكون كل هالأعمال بهاي التخمة بهاي العدد داخل الموسم الرمضاني، ولا لا لازم نوزع على مدار العام؟ هلا شوفي هو خليني اقول حاله العرض الرمضانيه هذا يعني مو بايدنا يعني، هذا بايد المحطات كلياتها، انه هي بتحب ترصد كل اعمالها وكل انتاجاتها وكل انواع المسلسلات بهذا الشهر الفضيل. هلا انطرح كثير افكار انه ليش ما بنعمل عروض خارج رمضان، ما شفت لهلا صار هذا الشيء يعني. شفنا لحضرتك مؤخرا العميد، مسلسل العميد أي هذا انعرض من فترة على صحيح. شاهد نت ولكن يبقى السوق الحقيقي في للموسم الدرامي هو في رمضان. هذا مثل ما قلنا يعني هذا السوق بيحكمه والمحطات بتحكمه، مانو قرار يعني مانو قرار شخصي. نعم حكينا بالعبوبيات عن الدراما بشكل عام، نفوت بالخصوصيات، خاصية مثلا خلينا نقول الأعمال الكوميدية بقلب فادي أصبح منشوف دائما يعني أعمال متعددة، يمكن قدمت الكوميدي ولا التراجيدي إلى آخره، ولكن في شيء هيك بتحبه الكوميديا ما أنا سهلة على فكرة. لا هي طبعا هي من أصعب فعلا الفنون، لأنه يعني أنت لحتى تقدري توصلي هاي الشخصية بهي الطريقة وبهي الهضامة أكيد بهذا النوع أيضا الممثل بيحتاج خليني أقول لمخرج فعلا يقود هاي الشخصية معه، لأنه الممثل هو بشكل دائم خليني أقول طماع يعني بيحب يعطي أحسن ما عنده، وبيعطي عدة مسودات لهي الشخصية بأول محاولات الأداء يعني بأول أيام التصوير. فأنت بتحتاجي هذا الضابط خليني أقول اللي فعلا ماسك هذا المسلسل وماشي فيه لحتى هيك خليني أقول يضل هيك ممشي المسلسل على البوصلة وممشي شخصياته على البوصلة. فأنا بالنسبة لي أكيد الكوميديا هي الأقرب إلى قلبي، وهي فعلا الأصعب في أداء أو تنفيذها، ومثل ما قلت يعني هي في قصص هيك من رب العالمين يعني هيك بيبقى العالم بتحبك بكل اشكالك يعني بالكوميديا فانا بتحديدا بالكوميديا هو بيشتغل كل الانواع طبعا بنفس الطريقه بالاخير، لانه مثل ما قلنا هذا 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 جهدنا وهذا الناس بدها تشوفه وتحكم عليه، فبنشتغله بكل اخلاص وبكل شغف يعني انا هيك بشتغل ادواري يعني.
الاعمال الحاليه اللي عم نشوفك فيها هو سوق الحرير، عم تطلع لانه بشخصيه شوي مختلفه مركبه نوعا ما اذا فينا نقول. سمعنا على مواقع التواصل الاجتماعي انه في له كذا جزء، خلينا نحكي عن شخصيتك بهذا المسلسل. انا شخصيتي شخص اسمه شخصيه اسمها شحاده، بيكون هو بياع رقصوص بالحارة، عنده مشكلة هيك مع حاله انه هو بده يصير مثل تجار الشام، يعني مثل بده يصير من الناس اللي بتوقف بالصدارة، من الناس اللي بتصير صوتهم مسموع وكلمتهم مسموعة، فبالتالي بيصير مجموعة صراعات بينه وبين أبطال العمل، سواء بالمسلسل يعني بسام كوسا أو سلوم حداد، مع احترامنا لإلهم باسمائه الكبيرة. فبيعمل هذا، بيصير هذا الصراع بيناتهم، بيحاول هو انه فعلا يتصدر القصة. بتصير مجموعة مشاكل، يعني هو دائما عنده مشكلة انه الفقير صوته مو مسموع والغني صوته مسموع، فهي خليني اقول هذا اللي بيعمل عنده هذا الصراع، وبنشوفه عم يتطور بالمسلسل. يعني احنا لسه بالحلقه الرابعه والخامسه. في اجزاء راح يكون؟ لا ما في لهلا، ما في فكره اجزاء لا. يعني هلا بجوز الصحافه تداولت انه في اجزاء، ولكن خمس اجزاء وقعوا الفنانين. ما وقعنا هيك ابدا. موجود الجزء الاول هلا، بس لنشوف نتائج الناس. وهلا الحمد لله عامل متابعه هو مسلسل سوق الحرير. بحيي مخرجه الاستاذ مؤمن الملا وبقول له رمضان كريم. تماما. يعني كمان خلينا نحكي عن الاعمال التي تعرض دائما على فادي يصبح. اكيد في كثير كميه كبيره من الاعمال، ولكن في شيء بتوافق عليه وفي شيء بترفضه، هذا الشيء عادي. يعني شو هي الاعمال يلي بترفضها وقديش بتحس انه في اعمال بتشبهك من جوا؟ هلا شوفي، يعني بالاخير بعض الاحيان بيجينا هيك عروض بحس انه انا عامل هي الشخصيه او مساوي هي الشخصيه. ما بدك تكرار. بالضبط، بحاول ما كرر يعني، او بشوف اذا هيك في مفصل صغير هيك اشتغل عليه شيء جديد يعني ما سبق وعملته بنوع شخصيه، اكيد بحاول اني ساويها. يعني موضوع خليني اقول التكرار، يعني اغلبنا بعض الاحيان بيوقع فيه يعني. صحيح. للاسف، ولكن بيكون خليني اقول هذا الموجود يعني، وما بدي اقعد اقول يعني. بعض الاحيان الواحد بيضطر يشتغل على عمل موافق عليه 60% او 70%، بنعمل هي الاضافات اللي لها علاقه باجتهادنا وبشغلنا وبشكل شخصي لحتى تكون باحسن طريقه يعني نقدمها. نعم. بهي رمضان قلنا في اعمال ما كفت تصويرها لظروف معينه، فقل كثير نسبه اعداد الاعمال المشاهده اليوم. برايك قديش هي الاعمال صار لها حق اكثر بالمشاهده؟ في شخصيات، في مسلسلات طورت، ممثلين طوروا حالهم، قديش هي بيقولوا ربها ضاره نافعه؟ قديش هالموضوع صحيح بالموسم الحالي؟ هلا شوفي، نتيجه الظرف العالمي هذا اللي صار تاخرت اعمال واعمال ما انجزت للاسف. هلا انا بشوف يمكن هذا بلحظه من اللحظات حسيته منيح، يعني حسيته ايجابي، يعني مثل ما قلتي رب ضاره نافعه، لانه في مجموعه اعمال هلا عم تتصور بسوريا وراح يتم عرضها خارج رمضان، فانا بشوف هذا شيء ايجابي ولو ما كان قرار الشركه. هذا الظرف العام والظرف البلد وظرف العالم هو ساوى هيك. حتى العملين اللي عم ينعرضوا الساحر والنحات كان يفترض ينعرضوا 30 حلقه، ولكن ما انجز منهم غير 15 حلقه، فهن ارادوا يعرضوا 15 حلقه وبس يخلصوا ال 15 ثانيه راح يعرضوهم، فكانت فكره الشركه او المحطه انه تعمل هي السياسه. فان شاء الله الاعمال الباقيه متفائلين فيها اللي ما انجزت، وان شاء الله يا رب هيك تخلص ويصير عرض مثل ما قلتي ببدايه الحديث خارج رمضان ان شاء الله. نعم. يعني قبل ما هيك نتطرق لمواضيع ثانيه، بتحضر ضيعه ضايعه؟ تحضرها هلا هالسنه عم تتكرر والعالم عم تطالب فيها. قديش حلو انه يعني دائما بنشوفها عبر، كمان خلينا ننوه انه شاشاتنا الفضائيه للدراما عم تعرض ضيعه ضيعه، ونسبه المشاهده يعني هلا عم ينعرض على المسلسل الذي لا يموت، يعني كل ما تشوفه كانه عم نحضره اول مره. ايه، وانا للامانه عم شوفه يعني هلا في حلقات او لاول مره بحياتي بشوفها يعني. عن جد؟ ايه، فعم نشوفها عندنا بقبل
قبل هيك قبل 10 سنين بهذا الشغل بضل الواحد اكيد عنده ملاحظات على شغله قد ما كان كويس يعني، ولكن مثل ما قلتوا هذا العمل فعلا عمل يعني هيك بيدفي كل ذاكرتنا، وحتى تجاه نضال الله يرحمه يعني هذا العمل لولا نضال فعلا او باسم وليس ما كان شاف الضوء. وكل ما شفنا هذا العمل بنتذكر كل ايامنا الجميله بمدينه كسب اللي كنا فعلا نساويها، وكانت امتع ايام فعلا، وكنا عم نصور بدرجه حراره يمكن ايام ناقص 7، بس فعلا كان هذا 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 الشغف حاضر، وهذا المشروع اشتغلنا له بكل اخلاص وحب لحتى وصلنا فيه لهي النتيجه. نعم. يعني اكيد ما دام مشغول بحب هو وصل، ونحن بنسميها الوثيقه السوريه التي لن تموت. أي. اكيد ضيعه وانا ما عم شوفه عم ينشال على المحطات نهائيا، يعني بتخلص. نعم. لنا بيعرضوا تلفزيوننا السوري سوريا دراما او على القناه السوريه. اي يعني عم يضل طول العام اذا ما عرضوا لنا اياهم عم نحضره على الموبايل اجباري. بنحكي عن موضوع كثير مهم يعني حضرتك موجود معنا، هو موضوع انتخابات نقابه الفنانين. اول شيء خلينا نحكي وين صارت، خلينا نحكي عن التأييد الكبير اللي عم نشوفه لحضرتك. يعني شفنا هاشتاج فنان بحجم نقابة مربط باسمك. هلأ نحن وصلنا خلصنا المرحلة الأولى من الانتخابات اللي هي الفروع يعني المحافظات. هلأ بيبقى عندنا المؤتمر العام اللي يفترض كان قريب كتير هو، ولكن مثل ما قلنا اجتنا هاي الأزمة فأجلت الحكومة كل والقيادة كل موضوع التجمعات يعني. ناطرين هلأ المرحلة الثانية إن شاء الله، ومثل ما بتعرفوا حتى انتخابات مجلس الشعب كمان تأجلت، فناطرين المرحلة الثانية لأنه فعلا يعني كلياتنا شهيتنا مفتوحة للعمل ولحتى نعمل شيء مختلف بهي النقابة اللي هي نقابتنا. وأنا دائما بقول لهم يعني انه هي نقابه الفنانين في الجمهوريه العربيه السوريه هي 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 شغله لازم ترجع للقى القديم، لازم ترجع لتواصلها مع دول الجوار. لازم فعلا تقدم للفنان السوري احسن ما عندها، لازم كلياتنا نحن يفترض طارحين حالنا لحتى فعلا نقدم احسن ما نستطيع لكل الفنانين زملائنا. ان شاء الله يا رب هيك نقدر نصير بموقع القرار لحتى فعلا نشوف مدى صدق هذا الكلام او لا. وهي ببرنامجكم عم نسجل هذا، خليني اقول هاي الكلمه علينا يعني كلمه فعلا وعد، هي انه ان شاء الله نقدر نعمل احسن شيء، لانه اذا ما عملنا احسن شيء بنكون مدعين. اكيد لا ما حنكون مدعين، وخاصه بهيدا الحماس بهي النفس، خلينا نقول النفس اللي عفوا برجع باكد على شغله انه محبه الناس، يعني مثل ما انت كمان قلتي ببدايه الحديث انه هذا الشيء اللي شفتيه على مواقع التواصل الاجتماعي هذا فعلا محبه، لدرجه شفنا بفتره معينه صاروا يباركوا لك بالنقابه. أي. ولهلا بيباركوا لي بالنقابه. ما باركت لك لا. ف مثل ما قلت هي رح تكون مسؤولية كبيرة، وهي مسؤولية ليست بسهلة، ولكن أنا بالنسبة لي على مستواي الشخصي يعني بشكل شخصي شفت فعلا محبة الناس ومحبة الزملاء ومحبة الأصدقاء اللي عملوا شهادات، يعني أنا شو بدي أقول بنحلينا بكل حب وهيك وكبرت قلبي كتير يعني للأمانة. للتأكيد نحن وصلنا بالانتخابات على مستوى المحافظات، بعدين هلا عندنا شيء اسمه المؤتمر العام. المؤتمر العام بينتخبوا 11 عضو من اعضاء نقابه الفنانين، ال 11 بينتخبوا النقيب. نعم ان شاء الله خير. فادي صبيح يعني نحن بنحبك وجمهورك اكيد بحبك، وبنقول هيدي المحبه هي نعمه، والكاريزما بتلعب دور، والمسيره الفنيه بتلعب دور، وايضا الموهبه اللي هي الاساس، والرسالة يلي المراد يعني انه توصل لكل العالم. رسالة الفن مانا بالرسالة السهلة مثل اي رسالة أكيد. تقدم على هيدي الشاشة هي مسؤولية أكيد. تلقى على عاتق الفنان واي شخص بحب بلده صحيح. وبحب انه يرتقي الفن ليوصل لاعلى درجاته. نورت صباحنا لليوم، رمضان كريم، كلمة منك لجميع اللي عم يتابعنا. بدي أقول رمضان كريم لزوجتي ولأطفالي، بدي أقول رمضان كريم لأهلي كلهم، وبدي أقول الله يحمي هالبلد يا رب، ويحمي جيشها ويحمي قائدها العظيم. وفعلا
بالأخير ودائما لازم نعرف أنه ما لنا غير بعض، لأنه نحن منكبر ببعض ولازم نكون لبعض. يعني بدنا نتشكر وجودك معنا الأستاذ فاضل صباح، دائما أنت من الشخصيات اللي منحسها منا نحن السوريين بالأدوار يلي بتجسدها أو حتى بوجودك المحبب. رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك، رمضان كريم. شكرا لك.